اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من قلب المطبخ الصعيدي. اهل الصعيد والناس الصعيده والناس الطيبين والامهات اللي كرموني امس امبارح في مدينه بني سويف، محافظه بني سويف. التكريم كان جميل لاكله امي اللي بنشوفه طبعا كل يوم على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري. فالنهارده حابب يكون المطبخ من المطبخ الصعيدي، فبحثت لقيت اشهر الاكلات في المطبخ الصعيدي الكشك، بما ان الكشك ده مخزون سنوي اللي هو القمح المجروش، فانا جاي على بالي النهارده اعمله بتركية حلوه واتعلمتها من الامهات في الصعيد، ناس طيبين لهم طعم ومذاق خاص في الاكل بتاعهم. ومعانا ملوخيه النهارده اللي هي الشلولو، هنعملها النهارده بشوربه اللحمه. طبعا عندنا لحمه بتتسلق ضاني هنا عشان ناخد الشوربه بتاعتها نعمل بيها الكشك ونعمل بيها الملوخيه، حاجتين نضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. معانا لحمه ضاني على النار بتستوي مع بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم وحبه مستكه حلوه كده علشان الضاني فيه زفاره. ايه الحلاوه دي؟ اللحمه استوت والريحه بتاعتها رهيبه. اللحمه دي اهي شفتوا ازاي اهو. على فكره المرعى اللحم لما بيكون مرعى نضيف سواء الضاني او ايا كان الباري بتبقى ريحه الشوربه رهيبه وجميله جدا. فيها البصل، فيها الفلفل، ايه الجمال ده، وفيها جزر، فيها كرفس، فيها فص بستيكه حلو. هو ده هناخد الشوربه دي طبعا نستخدمها استخدامات كتيره سواء للكشك او للملوخيه بتاعتي. السفره بتاعتي لا تخلو من طبق مقبلات زي البتنجان المخلل النهارده، وبيختلف من مطبخ لمطبخ. انا هعمله بخلطه النهارده انا بحبها اللي هي الفلفله الحلوه مع الثوم مع زيت الزيتون عصير الحامض. عايزاها سبايسي هتخليها سبايسي حسب الرغبه. السفره بتاعتي طبعا مهم جدا يكون عليها عصير، واحنا متفقين ان احنا في ايام الحر وايام الصيف الشيف المغازي مش حارمنا من حاجه. فانا معايا النهارده سموزي اللوز. يا مزاجك اللوز يا مغازي. اللوز بيعلي اوميجا 3، بيقوي الذاكره، ما بيخليناش ننسى، والاطفال بالذات والطلبه اللي بتذاكر بيشجعهم ان هم ما ينسوش ويركزوا في مذاكرتهم. فخلينا نشوف النهارده نعمل اللوز ازاي. سموزي حلو بالثلج والسكر وطعم الفانيليا. طبعا عايزين نقول معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن مميزه النهارده من المطبخ الصعيدي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خلونا نشوف نعمل مع بعض ازاي شويه كشك بطريقه بسيطه وسهله. احنا متفقين ان الكشك له طرق كتير مختلفه. كشك ممكن يتعمل بالدقيق والزبادي، العجينه تتخمر مع معلقه خميره والزبادي وبعد كده نقلبه مع الدقيق ونعمله بشوربه فراخ او شوربه لحم. معانا الكشك اللي بيتعمل في الصعيد وده مخزون طبعا جميل جدا وبالقمح المجروش، بيتحط طبعا في مكان مشمس او في مكان تهويه ويبقى صلب كده بالشكل ده كده اهو. شايفين ده كده اهو، يعني حاجه جميله جدا. وطول ما هو صلب وجميل كده يعرفوا ان هو تمام. طري يبقى خد رطوبه. الكشك الصعيدي لازم يكون بالشكل ده كده. الامهات طبعا بيبيعوه طبعا وده حاجه لطيفه وجميله. يتعمل حلو، يتعمل حادي، يتعمل بالفراخ، يتعمل باللحمه، يتعمل من غير لحمه ولا فراخ عادي بالطماطم والصلصه يبقى لطيف. ده ممكن يكون وجبه فطار ووجبه غدا ووجبه عشاء. تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي بطريقه سهله وانا بجتهد. مستحيل طبعا اوصل لطعم امهاتنا من الصعيد اللي انا بحبه. المقادير على الشاشه: بصل، ثوم، كشك بالشكل الحلو اللي حضراتكم شفتوه ده كده، معانا لحم بيستوي على النار، لحم ضاني نسبه الدهون فيه عاليه شويه، ومعانا بصل طبعا وثوم، وما تنسوش طبعا معلقه طماطم مبشوره هنزين بيها طبق الكشك مع البصلايه اللي هتتحمر على الوش. بالشكل ده كده نقطع البصل. اهم حاجه انك انت تهتمي بسلق اللحم. حته اللحمه تجيبيها تحطها على النار، فص مستكه حلو لو كانت ضاني عشان الزفاره، بتحطي معاها جزريه حلوه، تحطي معاها كمان بصل وتوم، ونسيب اللحم يستوي. ورق لورا وحبهان مفيش مشكله. البصل اهو زي الفل. انا هحمر شويه كده علشان هناخد نص الكميه دي نزين بيها طبق الكشك، والنص التاني هينطبخ مع الكشك. بس لما تيجي تقطعيها بالشكل ده كده اهو تكون كلها حجم واحد. حلو قوي. سكينتك تكون حاميه في ايدك. هناخد البصل ده في معلقه سمنه بلدي مع معلقه زيت صغيره ونحمره. احنا حطينا معلقه زيت، هناخد معلقه سمنه صغيره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. وناخد البصل اللي قطعناه ده كده ونسمي بسم الله. الله.
نستنى على البصل ده يتحمر شويه عشان عايزين نص الكميه تنطبخ مع الكشك، والنص الثاني هنضيف لها شويه فليفر حلوين من الطماطم والبهارات ونزين بيها طبق الكشك. ولكن واحنا شغالين مع بعض كده تليفوناتنا على الشاشه عشان حضراتكم نتواصل مع بعض، اللي عنده سؤال نجاوب عليه. الكشك الطريقه الثانيه اللي ممكن نعملها، بنجيب زبادي بنقلب عليه معلقتين دقيق ومعلقه خميره معلقه سكر، وبنقلبهم لمده لغايه لما كله يدوب مع بعض، وبنخليهم على جنب كده لمده نص ساعه. بنكون مجهزين شوربه الفراخ شوربه اللحمه، ده الكشك السريع. وفي الاخر بنحط الشوربه ونربطه بالدقيق اللي احنا خلطناه بالزبادي مع الخميره، ويبقى ده كشك بطريقه ثانيه، نقطع في قلبيه فراخ نقطع في قلبيه لحمه حسب الرغبه. البصل ده على النار يستوي بالشكل ده كده، والبصله بتستوي بنحط عليها شويه بهارات من البابريكا من الكمون، هو ده اهو زي الفل، تاخد لون البصله كده، الملح والفلفل، عينك هتدمع من البصل، تحط عليه البهارات وغطي الحله هيستوي معاك ويبقى زي الفل كده. البصلايه جاهزه تقليبه حلوه، ونبص على اللحم بتاعنا اخباره ايه في السلق اهو، اخبار اللحمه هو ده. الشوربه بتاعتي زي الفل، متوصي بيها، مخدم عليها كويس، ريحتها حلوه، ريحه البهارات فيها، ريحه المستكه، ريحه الحبهان، ريحه الورق اللورا، وريحه القرنفل، الجزرايه والتومه اللي انا حاططها، كل ده في قلب اللحم. حته لحمه دسمه شويه مفيش مشكله. حلو الكلام؟ في طريقه تانية برضو لو مفيش الشوربه دي بنعمل ايه؟ معانا ليا ضاني اللي هي دي كده اهي، وبنعمل بيها الشوربه بتاعت الكشك. وده حاجة حلوة برضو، يعني اللي هي لما تكون ضاني وموجودة عندك في التلاجة بقطعها بالشكل ده كده وبتحمريها مع البصلة وبتاخدي الدهون اللي موجودة فيها، وتبقى طعم الكشك طعم الضاني ولطيف وجميل. دقيقة بامية تستخدمي فيها اللي دي، هنعمل دلوقتي الملوخية منها هتبقى لطيفة وجميلة مع بعض. طيب أنا شفت الكشك مش هقعد جنبه لغاية لما يستوي، ولازم تتعلمي كده في المطبخ، بتحط حاجتك على النار وتبدأي تفردي شغلك كده على النار وكل حاجة تستوي مع بعضيها. هنشوف مع بعض مقادير الملوخية الناشفة على الشاشة. شوربة اللحمة عندنا جاهزة، معانا بصلة ناعمة، معانا توم عشان نعمل الطشة، كزبرة ناشفة، ومعانا من اللية مكعبين صغيرين كده ناخد البهريز بتاعها. الملوخية على الشاشة، ونتكلم عن الملوخية ازاي نروقها وازاي نحضرها علشان ما يكونش فيها مشاكل. الملوخية الناشفة دي طبعا اخواننا برضو اهل الصعيد الناس الطيبين والريف المصري بيجيبوها ينشفوها وبعد كده تنطحن وتتشال بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وتتحط ببرطمانات وتتخزن. الله ده كنز في البيت على فكرة. وجود الملوخية دي عندك في البيت كنز. الأبحاث العلمية أثبتت أن الملوخية الناشفة قيمتها الغذائية أعلى من الملوخية الطازة. هتقولي ليه يا مغازي؟ الطازة حلوة وكل حاجة وأنا بحبها، بس الناشفة أولاً واخدة الطاقة الشمسية لأنها نشفت في الشمس، دي رقم واحد. رقم اتنين، واحنا بنعملها كده بنفركها بايدينا، بتاخد حنان الام بالايد، يعني هي قاعده بقى كده وتسمي بسم الله وتحضر الملوخيه دي وتشيلها تبعتها لبنتها مسافره، راحه مسافره لبنتها متجوزه مثلا في محافظه من المحافظات، تاخد لها برطمان جايبه لك ملوخيه، احلى هديه هي هديه الملوخيه الناشفه لما تتعمل مظبوط. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. طاسه على النار بالشكل ده كده، ونحضر لها الشوربه بتاعتها. هناخد اللي هي الضاني مقطعين شويه اهو، والله البعض مش عايزها بليه طاني مفيش مشكله، هي دسمه شويه بس احنا هناخد منها الزبد والباقي ايه هنتخلص بقى. حلو قوي. ودقيقه اللحمه دقيقه الباميه باللحمه الضاني ما بتبقاش حلوه الا بالحته اللي هي دي كده. نفركها بالسكينه كده جامد، خلي بالك السكينه، ونحطها في قلب الحله يا ويلي. ونقلبها بالراحة. هو ده، ناخد الدهون اللي فيها، شفت الجو ده كده؟ الله، تبدأ تسريح الحتة شمين الريحة الحلوة دي اللي أنا فيها، شاممها دلوقتي. الله يكون في عون الأساتذة المصورين بجد. التحميرة دي مهمة، بحط معاها بصلاية ناعمة. بالشكل ده كده، أنا بجهز أحضر الشوربة بتاعة الملوخية، تقوم البصلاية دي تشرب من اللية. وانا بحمر كده ناخد اللحمه دي على جنب، وناخد نار شديده زي دي كده اهي تنجزني شويه الله. ونشوف البصله بتاعه الكشك ايه الحلاوه دي، شوف اللون ده كده، هو اللون ده
دي ما تتحرقش اهي على النار. اه بعمل ايه يا عم الشيفه؟ باخد نص البصلايه دي كده واخليها على جنب، والنص التاني نتعامل معاه دلوقتي حالا واحنا مع بعض. اه في طاسه زي دي كده، ادي نص البصلايه دي هيتحط عليها شويه بهارات ونحضرها نزين بيها طبق الكشك. دول كفايه قوي، البصل الاحمر بتاعنا ده بتاع خير ارضنا. ناخد الطاسه دي كده زي ما هي اهي، نحط شويه ثوم. ليه ما حطيتش الثوم في البدايه؟ عشان الثوم ما يتحمرش ويتحرق على البصلايه ما تستوي. نقلب كده، معلقه هريسه حلوه اللي هي الفلفله الحلوه، قلبيه والبهارات. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الشوربه. الكشك الصعيدي لا يعلى عليه، شفت الجمال ده؟ شفت اهو. يعني طبعا الكشك الصعيدي لازم تعرفوا حاجه، ايه اللي هو استوى بسرعه كده او ان هو معانا طري؟ طبعا بتكون انت عندك شوربه لحمه بتاخديه. طبعا هتقول لي ده بيتعمل ازاي؟ ده بيتعمل بالحليب او باللبن الرايب اللي هو الكشك، بيتخزن بالشكل ده كده، فلما بيفك من الميه بتاعته بيبقى مدي لون بياض شويه. احنا خدنا من الشوربه اللي عندنا دي كده، وايه يا عم الشيف؟ وحطيناها على الكشك علشان يدوب معايا ويبوش معايا بسرعه. اخبار اللي هي ايه؟ عامله عمايلها هنا، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شايفين؟ اه هو ده. اه 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 الله. اه هعمل ايه دلوقتي انا بقى؟ زي ما هي كده احط لها شويه شوربه عشان هصفيها دلوقتي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ريحه الملوخيه اهي 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 اهي. باخد الشوربه دي بعد كده اصفيها، والملوخيه بتاعتي عندي بنزل بيها على قلب الشوربه، واجهز لها الطشه بتاعتها زي اي ملوخيه، سواء خضراء سواء ناشفه، عباره عن ثوم وكزبره ناشفه ومعلقه سمنه حلوه اهو بالشكل ده كده زي الفل، واسيبها تغلى على النار. وناخد بقيه الشوربه يا عم الشيف مخرجنا الجميل على الكشك بتاعنا الحلو ده كده اهو اهو. شايفين الكشك اهو واخد من الشوربه؟ هنعمل ايه؟ نفس القصه، اهي الشوربه اهي اه. ده المطبخ اه اه. خلص الكشك. بنعمل ايه بقى؟ في بعض الستات والامهات ربنا يديهم الصحه يا رب، بيحطوا معلقه دقيق يدوبوها في شويه ميه وياخد وياخد الكشك ده قوام. والبعض ما بيستعملش الدقيق حسب الرغبه يعني. لو عايزه الكشك يبقى له قوام تقيل بتحطي معلقه دقيق بتدوبيها وتحطيها على الكشك حسب الرغبه. او انك انت بتسيبيه يغلي على النار كده لغايه لما تاخدي منه الماده اللزجه بتاعته او الماده القويه بتاعته اللي هي بتاعه القمح اهو اهو على النار. الاخضر ده عود نعناع. مخرج بيسال ايه الخضار اللي انت حطيته ده في قلب الكشك؟ ده انا هشيله دلوقتي. انا باخد الريحه بتاعته الحلوه وبعدين بطلعه من قلب الكشك، عشان كده حاطه سليم عشان يبان قدام عينيا اهو. اسيب الكشك على النار ينسجم مع شوربه لحمه مخدومه، وعند البصلايه الحلوه مع اللية بتاعتي علشان شويه الملوخيه اللي انا هستخدمهم دلوقتي. تفاصيل المطبخ الصعيدي انا مرعوب وانا بعمل الاكل ده، لان لا يعلو عن ايادي المصريه من اهل الصعيد واهل الريف المصري لما يعملوا الاكلات الموثقه وواخده الطعم المصري الاصيل مهما ناكلها في اي مكان في الدنيا. فعشان كده ببقى مرعوب، بوصل للطعم الحقيقي ازاي مش عارف. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. والطعم الصعيدي الاصيل الكشك كل ما بيحتاج شويه شوربه من شوربه اللحم عندي. لحمه عندي في قلب الحله اهي، هو عايز شويه شوربه كمان اهو. زي كل ما يغلي كل ما يدينا القوام اهو زي الفل بالشكل ده كده. معانا اتصال من اسوان، الناس الطيبين. استاذه نهله ازيك؟ ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا. ربنا يعزك يا رب ويبارك في عمرك ويحسن ما بين ايديك دايما يا رب. امين يا رب، ربنا يجبر بخاطرك. امورينا يا ست الكل. من فضلك لو عندي حته من وسط اللحمه اعملها ازاي؟ تاني يا ست الكل معلش. لو عندي الفخده، وش الفخده؟ وش الفخده؟ وش الفخده بس؟ ممكن تعملها حلو يا ست الكل، ممكن تعملها كبيبه تبقى لطيفه وحلوه، ممكن تعملها مشوي، ممكن تعصجيها وتعملها حشوات لانها بتبقى نسبه الدهون فيها قليله شويه. هناخد النعناع الاخضر ده كده من قلب الكشك اللي احنا مش عايزينه بقى خلاص. ايه الاخبار اهو؟
عشان كده حطوا ايه بالشكل ده كده. لا عادي انا خدت الطعم اهو حبيبي اهو 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 ده انا انا قاصد ان انا احطه سليم كده. مخرجنا الجميل ربنا يبارك لك اهو اهو هو ده. ليه يا عم الشيف؟ علشان اخد الريحه بتاعته، لان يعني الكشك فيه توم، فاحنا مش عايزين بعد ما ناكل الكشك ده يبقى مشاكل التوم معانا. اهو زي الفل. في واحد تاني كمان اهو، مش كده انا حاطه سليم اهو زي الفل. تعالى. النعناع الاخضر مفيد جدا على فكره. اي نعم بيهدي الاعصاب، استخداماته محدوده مع عصير ليمون، مع سموزي ليمون، مع سلطه زبادي بالخيار والثوم والنعناع، ولكن لازم يكون لنا استخدامات كتيره له. تعالوا نغرف الكشك بتاعنا ونقدمه لحضراتكم كده بطريقه سهله وبسيطه. اه طبق حلو زي ده كده. ومهم جدا وانت بتغرفي الكشك يكون في طبق يلم العيله كلها. السعيد الجميل علمنا كده، عباره عن جمبري، بصله ناعمه، تومه، معلقتين كريمه لباني، وبعدين بنخليهم على النار، وبعدين المكرونه تتسلق نص سوا، ناخد شويه شوربه بنسلق المكرونه نحطهم على المكرونه وتكمل سواها مع الجمبري والكريمه اللي هو الوايت صوص. عايزاها بالريد صوص او صلصه الطماطم، بتحط طماطم مبشوره او معجون طماطم حسب الرغبه. الله على اللحمه. اللحمه عندنا هوبر. مهم جدا بقى نعمل ايه كشك، اهم حاجه الهوبر فين، الفراخ فين، اهي اللحمه. البعض بيحمرها ويحطها على وش الكشك، والبعض يحطها زي ما هي كده. اه ايه الجمال والحلاوه دي. هناك في الطبق ده مخرجنا الجميل شفيق، شفت البصل الكويزات اللي طالع مع اللحمه دي كده، شفت الجزر الكويزات اللي طالع مع اللحمه دي كده. اه الف هنا وشفا. الواحد يمد ايده كده حته لحمه طريه ملبسه، معلقتين كشك حلوين دايبين دوب بالشوربه بتاعه اللحمه. الله 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 الله، انا بعشق البصل اللي بيبقى مستوي مع الشوربه. ويا سلام بقى لو المدام عايزه تعمل معايا واجب، الاقي في قلب الملوخيه بصلتين كده كبار سلام. ناخد البصلايه دي كده اتحمرت دي كده اهي، دي بصلايه محمرينها من قبل، هناخدها كده نزين بيها الطبق بتاعنا اهو. فين معلقة الهريسة الحلوة؟ اهي. شفت الجو ده كده بقى؟ اهو. دي التركاية، ده البرزنتيشن وتزيين الطبق. دول شوية بقدونس حلوين. نقلبهم. على فين يا شيف؟ على فين؟ على فين؟ اهو. الطبق بتاعي ده كده. أوه. شوية كشك. بيتكلم مصر. ألف هنا وشفا للي ياكل. البعض بيحط معلقة سمنة يقدحها ويحطها على وش الكشك حسب الرغبة. هي السمنة كده كده مع البصلية اللي أنا محمرها. يا نعم. حلقتنا النهاردة ليا الفخر وعظيم الشرف إن أنا أكون في الصعيد امبارح في بني سويف بتكرم برنامج أكلة أمي على القناة الأولى. كل اللي قبلوني وكل الاستقبال أكلة أمي على القناة الأولى التلفزيون المصري، فكنت فخور جدا وحاسس إن أنا ماشي يعني كده إيه مالي مركزي زي ما بيقولوا يعني. وخدت طبعا جايزة وكرمنا، وكن في طبعا ذوي الهمم، كنا عاملين مسابقة طبخ جميلة جدا، وجه لهم تحية والشكر للاهتمام بذوي الهمم. فجيت النهاردة واخد الانطباع الصعيدي إن أنا عايز أعمل أكل صعيدي، لأن أكلت الكشك ده امبارح فأكلته كان طعمه حلو قوي، فحبيت أعمله لحضراتكم النهاردة. عملته باللحمة الضاني، وعملت سلطة البتنجان أو مكبلات البتنجان، شوية ملوخية جامدين جدا، الطشة لسه لغاية دلوقتي في نغشيشي، معانا عصير اللوز الجميل الحلو اللي ساعد على هضم السلطة الخضراء بتاعتنا. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية حتى من الصعيد. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.